سيبيها سيبيها انت حبيبتي وهي هتتسند عليا. اخاف اتسند عليك يا مروه. وانا يهون عليا برضك تقعي؟ طب ده احنا كلنا لو غورنا في 60 داهيه ولا حتى هيحس بحاجه، لكن انت تقولي اي بس الدنيا كلها تتقلب. عشان الجبل لما بيتهز يا مروه كل الناس بتحس بيه، انما لما عيش خيش وقش الريح بتشيلها محدش بيحس. عملت ايه مع بوضه في موضوع الفيديو؟ قافش ومثبت ياخد المبلغ اللي قلتلك عليه. تفتكر ادي بوضه الفلوس اللي هو عايزها يا مروه؟ هو من وجهه نظره شايف ان ده حق لانك هنتيه وجرحتيه، بيقول انك خدتي حقه من الدنيا يا لؤلؤ. بوضه شايف كده؟ هو ده اللي قالهولي. انت عارفه يا مروه ان انا شاكه ان بوضه اللي حاول يقتلني. بجد؟ وانا هصرف حاجه زي دي؟ طب والله ممكن. طب يا حبيبتي انا هروح انا اشوف المشوار اللي قلتلي عليه. مروه ما قلتليش سلامتك، ناسيه ولا مش عايزه؟ سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله ان ربنا طمنا عليكي. اديني ما متش اهو. انا اللي كنت هموت خوف عليكي. هطلع على المسرح دلوقتي يا بنتي، بس وشرف امي لطلعهم هم كمان على المسرح واحد واحد، وخلي الدنيا كلها تتفرج عليهم ولا أرجوزات السيرك. بعد الحفله هتسمعني على البيت وانا هلفلف بالعربيه شويه لما اكون وصلت. وهتعمل اللي اتفقنا عليه. انت هبله، قلت لك لا. انت عارفه انت عاوزه مني ايه؟ عايزك تضربني بالسكينه في بطني. ولو تعببتي موتي. هيبقوا لبسوا في حيطه ومش هبقى راحت فطيس. ولو ما متش هيبقوا لبسوا في حيطه برضه، بس ساعتها هبقى مبسوطه لاني هبقى بتفرج عليهم وبتمسك. ساعتها بقى انا اللي هنفذ خطه رقم 2. صدقني هتسقف لي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.